اسعار السنه دي الحمد لله ما فرقتش كتير عن السنه اللي فاتت، حاجات بسيطه نظرا لغلو الزبده والسمنه. الكحك عامل كام؟ الكحك عندي الساده عامل 65 الساده، والبلده مضاعفه. البسكويت عندي ب60 وعندي ب70 اللي هو بتبقى زبدته عاليه شويه. الفطور عندي الصابليه ب80 والكيس اللي هو الفطور العادي بيقولوا الفطور العادي ب70. عندي المنين والغرس كلها بالزبده الصفراء الفندق ب28 جنيه. منين ساده او عجل او ملبن 28. في عندي علبه 2 كيلو اللي هي بتبقى الهدايا للعروسه لواحد خاطب والكلام ده، كيلو عامل 75، علبه 2 كيلو عامله 150. علبه زي الفل، ممكن نوريها لك على الطبيعه لو عايز تشوف فيها وتصور. في منزلين مكنه النهارده بس بتخلي خلينا بقى عن المكنه. المكنه دي مكنه ايطالي بتعمل البسكويت بانواعه والتيفور بانواعه الى حد ما بنخلي يعني ايه ما نخليش الجيل مراحل بس تطلع على التسويه على طول. سهلت كتير عن الاول وما تخليش الجيل تمسك كتير، بس حاجه تروح المنتج يروح للعميل ما تمسكش كتير بالفلوس.